السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذايا جيست عامله باش نعطي به نصيحة لا أكثر ولا أقل، معناها مانيش نجاوب فيها لا على سؤال لا حتى شيء. به نصيحة يا جماعة ماذا بيا تفهموها بالقدا، راهو في الباركور متاعكم في حياتكم في المسيرة متاعكم في حياتكم ماذا بيكم ما تخليه حتى عام فارغ، حتى عام ما تعملوا فيه في شيء، ما تخليه حتى عام في السي في متاعكم ما كومش تعملوا فيه في حتى شيء. يا خويا انت مثلا كملت القراية ما لقيتش خدمة، اعمل فورماسيون، اعمل استاج، اعمل ما نعرفش، اعمل فورماسيونات على الانترنت، شوف في الجوجل تلقى شي فورماسيون تابعة لجوجل اعملها، شوف اللينكدين، شوف كل شيء كل شيء. لازمك تشوف خدمة، تشوف فورماسيون، ديما لازم عندك بروف اللي انت العام هذاك ما قعدتش فيه بطال ماكش تعمل فيه حتى شيء. على خاطر علاش باش تستحق له، وامور قراية مثلا بالصب تقرأ لبرا باش يطلبوا عليك الباركور نتاعك. اذا عندك عام العام اللي قبله ما قضيتش فيه ولا ما عملتش فيه حاجة، راهو حظوظك باش تقل في الاكسبتاسيون. باهي معناها كيفاش نعمل انا كي باش تحل كيفاش حظوظي باش تقل، شنو الحل اللي لازم لي نعمل؟ الحاجة الوحيدة لازمك تعمل تدبر حاجة من اللي حكينا فيهم توا، يا ستاج يا فورماسيون يا خدمة، ولازم عندك البروف، معناها مش خدمة في النوار، لازمك خدمة وعندك لاتستاسيون دو ترافاي وعندك كل شيء، يقد لك وراقك ويقد لك امورك الكل، باش من بعد كي تصب بهم يا خويا دوسي كامل واضح جاوبه، مش كيما بطال العام اللي قبله. حتى في الفيزا، حتى امور فيزا يلقاك انت بتصب فيزا وماكش قاري وماكش تعمل في حد شيء العام هذاك، يقول لك هذايا باش يمشي يحرق، باش يقول لك هذايا راهو ماشي يحرق، ماهوش ماشي ماهوش ماشي لا يقرا لا يختم. هذه نصيحة راني ننصح بها العباد الكل. ماذا بيكم ديما في العام اللي ما كومش باش تعملوا فيه حتى شيء لازمكم تعملوا فيه حاجة، راهو في الخدمة باش يسألوكم العام هذاك اش بيكم عملت فيه حتى شيء، في قراية باش يسألوكم في لونتروتيان العام هذاك اش بيكم عملت فيه شيء، ديما راكم باش تسألوا عليه العام هذاك، معناها راهو ديما حتى ليك انت ديما ماذا بيك تكون متقدم، معناها ماذا بيك ديما تكون تعمل في حاجة، ديما تحرك، مش ديما مش شد القهوة وقاعد تقول ما فماش خدمة ما فماش شيء. عبارة يا أخوي ما فماش خدمة اعمل حاجة، اعمل عمل تطوعي، ادخل في جمعية اعمل عمل تطوعي، حتى في سي في راني العام هذاك على الأقل نعمل في حاجة، مانيش قاعد هكاك ما لقيتش استاج يا خويا، ما لقيتش استاج برا الجمعية، لقيتش اعمل كشاف، اعمل أي حاجة. فايد العام هذاك ما تقعدش فيه بطل. هذا هو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله نكونوا استفدنا الناس كل، ان شاء الله ربي معكم وربي يوفقكم الناس كل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.